نيرف باسز ايه؟ لاترال ايه ولا ميديا دي ولا ابورد ولا داونورد ولا ايه؟ لاترال ميد واي بتوين التوركس. انا بتكلم فين؟ في المنطقه اللي ورا اللي هي البوستيريور كوارتر اوف انتركوستال سبيس، يعني ميديا للانجل. طب ينفع المكان ده في الشكوي لو سالتك ينفع تخش في ابره بس وتسحب ميه مع الرئه في المكان دون؟ لان ممكن اعور النيرف، مش بس النيرف ده في ارك كمان ماشي معاه اللي هو الانتركوستال قطع من نزيف، وبعدين كمان اعور النيرف يبقى في لوس اوف او بارالسيس ان ماسلز لوس اوف سنسيشن لونج ديستانس. طبعا ما ينفعش. اوكي؟ في نفس المكان ده لازم تقول لي مين انترنال ومين اكسترنال. المكان ده يا جماعه يقول لي ايه اللي بره ده؟ فاكرين عضلات يا جماعه اللي موجوده في الثراسك وول ولا فكركم؟ مين العضله اللي برانيه دي؟ دي الاكسترنال انتركوستال اللي باديه من اول السبيس من ورا من عند التيوبيكل. هتقول لي هو فين التيوبيكل؟ التيوبيكل قدام التيب اوف ذا ترانسفيرس بروسيس اوف الدبره. فدي البدايه. يقول لي الاكسترنال انتركوستال من اول هنا موجوده عضليا يعني فليشي لغايه الكوستو كوندرال جنكشن، يجي بدلها ميمبرين يا اما باسمها يا اما باسم مكانه. كده بوستيريور كده انتيريور. الممبرين ده اسمه ايه؟ اكسترنال انتركوستال ميمبرين او انتيريور انتركوستال ميمبرين. دي الطبقه الخارجيه. تحت الاكسترنال انتركوستال ماسل بالممبرين بتاعها في عضله ثانيه بس معكوسه ممبرينها ورا. مين دي؟ يقول لي دي الانترنال. الاكسترنال انتركوستال ماسل ما قدرتش توصل للسترنال بنفسها فكملت بالممبرين. تحت الاكسترنال انتركوستال في انترنال انتركوستال بدات بالاسترنال يبقى مش توصل للتيوبيكل. اهي ادي الانترنال انتركوستال ماسل. يعني ايه ماسل؟ يعني فليش. يعني ايه ممبرين؟ يعني فايبرس تيشو. فادي الانترنال انتركوستال ماسل عند الانجل خلصت وبقى بدلها في ممبرين. اسمه ايه الممبرين ده؟ يا اما باسم العضله يبقى باسم مكانه. باسم العضله يبقى اسمه انترنال انتركوستال ممبرين او بوستيريور انتركوستال ممبرين. اول عضلتين من بره كان كل عضله ليها جزء فليش اكبر وممبرين اصغر، والممبرين يا اما قدام يا اما ورا على حسب العضله اللي معايا. لكن هنا ليهم في ثلاث عضلات على نفس البلين يفصلهم عن الانترنال الفيسلز والنيرفز. وانا اتكلم عن النيرف دلوقتي هتلاقيهم ناحيه ثانيه الفيسلز. ويسموا البلين ده اللي بين الانترنال والثلاث عضلات دول نيورو فاسكولار بلين. يسموه ايه؟ نيورو فاسكولار بلين. مين هم الثلاث عضلات دول اللي بيعملوا حاجه اسمها ترانسفيرسال ثوراسس مع بعض؟ في عضله من ورا هنا اسمها سب كوستالس، وفي عضله هنا موجوده في الميد تو كوارترز التركوستال سبيس اسمها هنا الموست التركوستال. يبقى دي مين؟ الثلاث عضلات مش ملتقيين مع بعض، منفصلين مع بعض، لكن هم على نفس البلين على نفس الطبقه. فانت لو قلت لي ان الانتركوستال سبيس دي فيها ثلاث طبقات، فاول طبقه اكسترنال انتركوستال بالممبرين بتاعها، ثاني طبقه انترنال بالممبرين بتاعها، ثالث طبقه ثلاث عضلات نوت ان كونتاكت توجذر. الثلاث عضلات دول مين يا جماعه؟ من ورا سب كوستالس، من قدام سترنو كوستالس، لكن الوسطانيه الاكبر انر موست. طيب مين جوه هنا؟ مين الاورجن اللي هنا؟ واللنج اللي مغطيه بالممبرين او غشاء اسمه ايه؟ بلورا. والبلورا دي في عندي نوعين او طبقتين، فيسرال اللنج وبرايتا. مين اللي يبقى مبطن الثلاث عضلات دول؟ البرايتا. يبقى دي برايتا الايه؟ بلورا. بعد المقدمه دي يبقى عايز اعرف بدايه الكورس بتاع ال كيميكال انتركوستال نيرف يا جماعه في البوستيريو كوارتر او انتركوستال سبيس. اول حاجه ماشي ازاي؟ لا تمام. طيب قريب من الريب الفوقاني ولا التحتاني؟ لا ميد واي بين التوريكس. ده مكان خطير ندخل بيه اي بذل، اي ابره بذل. ابره البذل دي في ناس يعني يحصل لهم تجمع للفلويدز في البلورا، فالناس دي عشان تعالجيها بسرعه طب ما اديها لازكس، طب ما اديها دواء. لا ده الميه دي ضغط على اللنج مش عارف تتنفس، فلازم ادخل ابره اسحب اسمها بذل. بيسموها بالعربي ابره البذل، اللي هو يقدر يسحب الفلويد ده بره بسرعه. فاهمين معايا؟ ينفع ادخل الابره دي هنا اهو؟ ما ينفعش، لان ميديا للانجل النيرف ماشي ميد واي بتوين التوريكس هعوره. هقطع رجلك انت هتقولي في الاخر يبقى انسب مكان يبقى هنا. اوكي يا جماعه؟ طيب ايه الريليشنز اللي موجود؟ ما انت قلت لي ماشي ازاي؟ ميد واي بتوين التوريكس ايه الريليشنز؟ هنا مش بنتكلم في ريليشنز لا سوبرفيشال وديب ولا الميديا ولاترال ولا انتيرو وبوستيرو، لان السوركس بيلف. يبقى بنتكلم ايه الكلمتين اللي بنستعملهم؟ انترنال واكسترنال. يلا معايا. ادي الجزء ده من النيرف، مين انترنال ومين اكسترنال؟ انترنال الاول قولوا حاجتين، مصل وممبرين، مصل وغشاء، مصل وسائل. مين العضله دي؟ سب كوستالس. واضح ازاي مش مغطيه النيرف كومبليت.
بدليل ان انا في الرسمه دي قدرت اشوف حته من النرف قبل الصف الثالث كده مضغطي عليه اهو، واضح ان الصف الثالث فعلا زي الرسمه دي بتقول بالظبط الجزء اللي احنا شفناه الحته دي اللي هي ميدوي. تمام، يبقى صف الثالث معايا ايه؟ الصف الثالث برايتر دور شطار. انا مش عايز احفظكم، انا عايز اعلمكم ازاي ان انتوا تبصوا على حاجه وتعتمدوا على نفسكم، لان في وقت قبل الامتحانات تبقوا لوحدكم. فدي الطريقه وطريقه الاجابه اللي هو اول حاجه قلناها في تيبيكال انتركوستال نيرف ايه؟ ديفينيشن، ان هو عباره عن ايه؟ فينترال برايمري ريمايند. الديفينيشن ده معلومه بسيطه بنحطها في اول اي اجابه واحنا بنذاكر، وفي كل محاضره انا بقولها اللي بيكتبها معايا اوكي، اللي ما لحقش بيجي يفكر يا ترى اكتب هنا ايه ديفينيشن. تمام؟ طيب هو الفينترال برايمري ماي اوف نيرفز من كام لكام؟ 3 انا معترض على 2، معلش عايز اكتب 2 اكتبها، لكن انا معترض على 2، من 3 لكام؟ ل 0. الكورس بنقسم ذا كورس اوف ذا نيرف، وانا هكتبها لكم على ميديا فاير، هكتب الكورس بالاسلوب ده، والاسلوب ده هو سمبليفايد قوي وهو ده الحلو اللي بينصحك في الامتحان ياخده طول مره. ذا كورس اوف ذا تيبيكال انتركوستال نيرف از ديفايدد انتو 3 بارتس. Posterior quarter with intercostal space, middle two quarters, anterior quarter. فاهمين معايا؟ في posterior quarter، روح كده كده عنوان. In the posterior quarter of the intercostal space. ماشي ازاي؟ وريليتد لايه؟ internal واكسترنال. مين يقول معايا بقى؟ لاترال. بصوا على الرسمه اللي فاتت، هو ماشي ازاي؟ لاترال. ميد واي؟ بين تو ريبس. الحته دي من الريبس اللي انا بينهم ما فيهاش بوستر جروب. وبروحوا بصوا على الريبس. المنطقه دي من الرب ما فيهاش. تمام، طبعا عرفنا ليه دلوقتي. طيب هنمشي لاتر اللي جوين بين تو ريبس، مين انترنال ومين اكسترنال؟ يلا قولوا لي انترنال انتوا جوا شاب وستانس ومرايكل. طب مين اكسترنال؟ ايه ده؟ ايه الخط ده؟ انترنال او بوستيريور انتركوستال ميمبرين، وايه اللي وراه؟ اكسترنال انتركوستال ماسك، اللي مش موجوده في الكتاب بس مش غلط. انا فاهم مش حافظ، لا اللي حافظ يخاف، لكن اللي فاهم اقدر اقول له ان انا اللي براها الاكسترنال انتركوستال ده غلط. اقدر اقول له ان انت لما تخش بالابره هنا تخرم مين عشان توصل لجوه. طبعا لازم اعرف طبقات، وكده انا عرفت الطبقات من بره ايه ومن جوه ايه. اوكي يلا كملوا معايا. العنوان الثاني ان ذا ميدل تو كوارترز اوف ذا انتركوستال سبيس ذا نيرف وود باس ابورد. ليه ابورد؟ لان انت لما تحط تو ريبس فوق بعض كده وانا هنا في السبيس دي الكوستا جروف ده ولا ده اللي اروح له؟ اللي فوق طبعا. سو ذا نيرف وود باس، يبقى عند بدايه الميدل تو كوارترز عند الانجل اوف ذا ريب ذا نيرف وود باس ابورد تو انتر ذا كوستا جروف. هو اتس ارينجد وذ ذا فيسلز باي فان ارتري سوري فين ارتري نيرف. كلهم اسمهم انتركوستلز بس النيرف اسمه انتركوستال نيرف بس، لكن الفيسلز اسمها بوستيريور انتركوستال. وهنفهم ده لما ناخده. مين شاطر يقول لي الفيسل والنيرف معايا النيرف اللي بتكلم عليه هو ماشي في الكوستال جروب في الميدل تو كوارترز، مين انترنال ومين اكسترنال؟ مش هقولها دي سهله قوي. الحته دي اهي المكان بين الخطين دول، مين انترنال ومين اكسترنال؟ انترنال يمين انر موست انتركوستال وايه كمان؟ يعني الانترنال ده واحده من ثلاث عضلات والبرايتر دور عامل مشترك بينهم الثلاثه. خلاص؟ الاكسترنال مين دي؟ اكسترنال ايه دي؟ انترنال انتركوستال. ومين دي؟ ما انت لما تاخد او تتكلم على اللاترال كيوتينيوس برانش بتاع النرف ده لازم تقول لي بيخترق ايه وهو خارج. طب اعرفها ازاي؟ الكتاب مش قايل لي غير عضله واحده. لا لازم ابقى عارفها ان ات ويل بيس ذا انترنال اند اكسترنال. مش بس كده، ده في عضله اسمها سيريتس هنا. انتيريور ماسك على الريبس هيطلع بين الديجيتيشنز اللاترال كوتينيوس برانش وهتشوفوه دلوقتي معايا يا جماعه. في الانتيريور كوارترز، في الانتيريور كوارتر اوف ذا انتركوستال سبيس ايه اللي حصل؟ يقول النيرف عايز يخرج بره لانه هيطلع ناحيه الجلد ويعمل حاجه اسمها انتيريور كوتينيوس. طب يا دكتور مش النيرف ماشي في الكوستا جروف؟ تقول لي لا، في الانتيريور كوارتر ذا نيرف ويل باس داون وورد ا ليتل بيت، لان الكوستا جروف طول ما انا فيه مش هقدر اخرمه واطلع، فالنيرف هينزل تحت الريب وهنا مش هتلاقي كوستا جروف بره. روح بص على الريب يا جماعه بتاعك مش هتلاقي كوستا جروف في هذه المنطقه الربع القدماني. تمام؟ هذا الربع القدماني جزء من الريب والكارتج بتاعه. طب النيرف بعد ما نزل بلو ذا كورسبوندنج ريب هيعمل ايه؟ هيمشي من ايه الاول وبعدين يعمل ايه؟ يلا قول لي هو كده ماشي ميديالي
بين ايه وايه؟ مين انترنال ومين اكسترنال؟ انترنال العضله دي مين؟ انترنال سوستاس ورايتال ايه؟ برودكت. مين اكسترنال؟ انترنال انتركوستال وانتيرو انتركوستال ايه؟ ممبرين قدامهم عضله. مين العضله اللي هنا دي؟ اول عضله خدناها طبعا الناس اتكسفت لانها فكرتكم بذكريات. لا مش هلين. لا حلوه الحمد لله ان شاء الله. هتلاقوا النيرف دي تخترق الانتركوستال نيرف اللي احنا ماشيين معاه دي من ورا ده هيخترق العضله دي انترنال انتركوستال واكسترنال انتركوستال ميمبرين وبالترانس ميجر من غير ما يجازيها لان النيرف سبلاي بتاع الترانس ميجر هو اللاترال ميديا بيبر مش دول. لان اول ما وصلت بالانتركوستال نيرف لهذه المرحله افتقد او فقد كل الموتور فايبرز الذي يمتلكها وبقى معاه بس سنسوري للسكن. عشان كده لما خرج بره سموه انتيريور كيوتينيوس برانش هو نهايته وبرانش منه. تمام؟ ده الانتيريور كوارتر اوف ذا كوس اللي هو الانتيريور كوارتر اوف ذا انتركوستال سبيس ادي ريب وادي ريب. النيرف اهو يا جماعه بصوا ما هيحصل ايه؟ يبتدي يطلع لبره. طب عشان يطلع لبره لازم يبقى عارف مين اكسترنال مين انترنال مين ريليشنز. انترنال ليز تيركوستالس وبرايت الجلورا اكسترنال ليز الانترنال انتركوستال ماسل والانتيرو انتركوستال ميمبرين بيخترقهم يلاقي الترانس ميجر يخترقها وبعد كده يتقسم ميديا ولاترال برانش زي ما انتم شايفين كده تجيب كيوتينيوس سبلاي اوف ذا انتيرو تشيست وول. تشيست وول ملوش دعوه بالابدومين؟ لا لو راح الابدومين يبقى تيبيكال. انا بتكلم دلوقتي على التيبيكال انتركوستال نيرف لغايه رقم كام؟ 6. يبقى السبعه ده سبعه ده بقى وصل الابدومين بيدي السكين بيلوز ذا فويد بروسيس و8 تحتيه و9 تحتيه 10 اراوند ذا امبيلكس. فالنيرفز دي اللي هي من اول سبعه لغايه 11 دول بيسموهم سراكو ابدومينال دول مش تيبيكال. فهمتوا الكورس يا جماعه؟ اقول مره ثانيه الكورس بتاع الانتركوستال نيرف تيبيكال هاي. طب تعالوا قولوا لي بقى ايه البرانشز اللي هينتهي لي هذا النيرف؟ نستنتج مع بعض وانا اكمل. تو كوتينيوس لا ما لسه قايل انه لما وصل بيعدي الترانس ميجر فقط كل الموتور فايبر اللي عنده هو دلوقتي سنسوري فقط لان الترانس ميجر طبعا هتقولي لي ده في قاعده بتقول ان اي نيرف بيعدي من عضله بيديها قبل ما يعدي دماغ وفي اكسبشن لكل عضله ده اللي بكمله لك في السايد. في نيرف يا جماعه بيخترق عضله في السايد من غير ما يديها ترميديا اسمه ايه؟ ترميديا كوتينيوس ترميديا كوتينيوس برانش او فيمورا بيخترق مين؟ سرتوريوس. تمام عشان يوصل الفرونت اوف ذا سايد بيدي سرتوريوس؟ لا ده كيوتينيوس. يعني هذا برانش لا يحتوي على موتور فايبر. صحيح النيرف اللي انا جاي منه ميكس بس ممكن النيرف يطلع من اول منه كيوتينيوس ما بيديش عضله. اوكي؟ فلما يعدي في عضله شيل. تمام. يلا معايا البرانش بتاع الكيميكال انتركوستال نيرف عندنا اثنين كيوتينيوس. مين هما؟ مين ده يا جماعه؟ لاترال كيوتينيوس برانش. مين يقول لي ده بيعمل ايه ده بقى؟ عند الميد اكزيلر لاين فيزس مين؟ انترنال انتركوستال وبعدين اكسترنال انتركوستال وبعدين عندي بين الديستيشنز اوف سيرفس انتير وصل للجلد يتقسم كام فرع؟ مين دول؟ نسميهم ايه؟ نسميهم ميديا لاترال ولا انتيريو وبوستيريو؟ انا غلطت المنطقه دي انتيريو وبوستيريو يدي سايد اوف ذا تشيست السايد اوف ذا تشيست مش ابدومين خلي بالك احنا ما خرجناش من الصوره انهم تيبيكال. طب مين البرانش الثاني كوتينيوس؟ مين ده؟ ده نهايته هو نفسه نهايته برانش بيعتبروه منه، يعني بعد ما قلت في النهايه بتاعت الكورس هقول نمره 2 انتيريو كوتينيوس برانش. والانتيريو كوتينيوس برانش ده بيدي ايه؟ بيتقسم فرعين ميديال لاترال زي ما قلنا ويغطي الفرونت اوف ذا تشيست ملوش دعوه بالقلب. مين يقول لي ثاني برانش غير الكوتينيوس قد ايه كمان؟ ماسكولار العضلات اللي انا عمال ماشي منها ماسكولار كروز انتركوستال ماسلز والسافت ستالس والستيلو ستالس. ايه كمان؟ ارتيكولا للجوينتس بتاعت الرب. يبقى اربع عناوين كنا سمعناهم اربع اسماء سمعناهم مين يقولهم لي؟ دين كوتينيوس والديني غزو ماسلز وجوينتس. يبقى دين كوتينيوس اسمهم ايه وايه؟ لاترال وانتيريو والدين ماسكولار او سوري ماسكولار وارتيكولا ماسكولار للماسلز وارتيكولا للجوينتس اوف ذا رب. مين الاثنين الفاضلين بقى؟ ده اللاترال كوتينيوس برانش ده مين ده؟ انتيريور كوتينيوس. بص معايا يا جماعه شايفين دول؟ شايفين النيرف ديت؟ شايفين العضله دي؟ دي مين دي؟ مين اللي معاك ده؟
دول الانتيري كوتينيوس برانشز بتاع التيبيكال انتركوستال نيرف. لكن ده سبعه ده مش تيبيكال. وثمانيه وتسعه كل دول الابدون راحوا الابدون. بصوا 10 مين اللي جاي لها؟ الامريكاس مين اللي جاي لها رقم كام؟ 10 وهكذا. واحنا دول اللي انا بتكلم عليهم يا جماعه اللي هم تيبيكال انتركوستال نيرف ده الانتيري كوتينيوس برانشز. ودول مين؟ مين دول يا جماعه؟ لاترال كوتينيوس برانشز. لكن دول كلهم اسمهم سيراتو ابدومينال برانشز. اوكي؟ البرانش الخامس هو ده. لما التيبيكال انتركوستال نيرف بيوصل الكوستال جروب بيبعت برانش لتحت يمشي بارالي الونج ذا ابر بوردر اوف ريد بلو. فيبقوا معانا اثنين نيرفز، واحد اصلي فوق وواحد ماشي معاه مصاحب ليه. البرانش الخامس ده اسمه ايه يا جماعه؟ اسمه كولاتر. لما الانتركوستال نيرف هيطلع فوق السبيس هتفضل عايزه مساعد عشان اغطي الباصات كلها، فيديني برانش اسمه كولاترال. يبقى لغايه دلوقتي بينا خمس اسامي: لاترال كوتينيوس، انتيري كوتينيوس، ماسكولار، ارتيكولار، كولاترال. اخر تو برانشز اللي هم دول شايفين دول؟ The typical intercostal nerve is connected to the sympathetic chain by two rimae communicants. التو رمائي كوميونيكانت دول ادي واحد وادي تاني. مش باين في الصوره ان واحد فيهم بيبقى ابيض وواحد بيبقى جراي، فيسموا ده وايت ريماس كوميونيكانت وده جراي ريماس كوميونيكانت. ايه حكايتهم؟ بيقول لي ادي النيرف اهو ودي الجانيون بتاعت السمسك شين، ده الوايت ريماس وده جراي ريماس. الوايت ريماس يا جماعه بيقولوا عليه برين جانيولاري فايبر. انتوا عارفين ان السمساتيك او الباراسمساتيك اي نيرف عشان يشتغل لازم يعدي الجانجلون ويعمل فيها ريلاي ويبقى فيه بري جانجلونيك في بوست جانجلون. فالسمساتيك فايبرز اللي موجوده في التيبيكال انتركوستال نيرفز ما تقدرش تروح تشتغل على التارجت بتاعها من غير ما تعمل ده. تعمل ايه؟ يطلع الفايبر اللي فيها يدخل الجانجلون اللي جنبه يعمل ريلاي وبعدين يطلع فايبر جديد من خليه جديده يدخل النيرف. اسم ده بريجانجلونيك عليه مايلين شيز ابيض فيسموه وايت ريموس كوميونيكت. واللي راجع يفتقد المايلين شيز فيبقى لونه رمادي فيسموه جراي ريموس كوميونيكت. ركب على النيرف رايح فين ده؟ مين يقول لي السمسيتك فايبر ده رايح يعمل ايه؟ انت بص النيرف ده عايز سمسيتك ليه؟ سويت جلاندز بلاد فيسلز وعضلات موجوده في السكن والثوركس في السكن اسمها اريكتور بايلي ماسلز. عارفين؟ عضلات الضامره في اليومن. ثلاث حاجات. تاني هو السيمباثيك فايبر ده رايح ده شخص سؤال شاف. ما هو لازم نبقى فاهمين. احنا عارفين ان الانتركوستال نيرف فيه سيمباثيك سبلاي. طب لو اتقطع الانتركوستال تفقد ايه؟ كل هتقولوه موترو سنسور دكتور. حد هيجيب سيره ان في نص في سيمباثيك سبلاي لحاجات معينه؟ لا خالص. هو حد قال لنا قبل كده؟ طب انتوا ما سالتوش ليه؟ ايه فايده وجود سيمباثيك فايبر؟ اول مره تسمع كده. ما سالتوش؟ لا سكشن ولا محاضر؟ صايمين قوي. بص معايا اسالوا. اوعوا تخافوا ان الدكتور يستخف بسؤال مش غلطتكم هتوب. تمام؟ دور على الدكتور تاني لو حصل. بصوا معايا يا جماعه. سيمباثيك سبلاي اللي ماشي في النيرف هيروح لمين؟ يقول لي هو ايه اللي في السكن بتاع صدري هيروح له سيمباثيك؟ بلاد فيسلز يعملها فاس كونستريكشن. سويت جلاندز لان السويت جلاندز بتشتغل بالسمباثيك. العرق بيشتغل بايه؟ بالسمباثيك. وعضلات موجوده في الجلد اسمها اريكتور بايلي ماسل. دي عارفينها من البيز من السكن. فاهمين معايا؟ بس السمباثيك عشان يوصل للحاجات دي لازم يعمل حاجه اسمها بري جانجلونيك وبوست جانجلونيك. معايا يا دكاتره؟ البري جانجلونيك لونه ايه؟ وايت. عشان كده يسموه وايت ريموس كوميونيكال. يعني كان النيرف طلع منه دراعين مسكوا في الجانجلون اللي جنبه لان ريموس يعني دراع. واحد منهم ابيض عليه مايلينشيز والثاني اللي قلع المايلينشيز بقى لونه رمادي فيسموه وايت ريموس كوميونيكانت يعني توصيله وجراي ريموس كوميونيكانت. والاثنين دول هيتقالوا از برانشز لما ناخد سمسك تشين برضه لان دي توصيله هيعتبروا برانشز من النيرف او برانشز من الجانجلون اللي جنبي. فهمتوني؟ تمام. مين شاطر بقى يقول لي اسماء البرانشز اللي طلعت من التيبيكال انتركوستال نيرف؟ قسمناهم ثلاث ناس مش كده؟ هم سته. اول اثنين لاترال كوتينيوس وانتيري كوتينيوس. دول بيروحوا للتشيست وول والابدومنال وول والتشيست وول بس. تمام لان هم تيبيكال.
اوكي. وبعدين اثنين ماسلر وارتيكولر. مين المسلز؟ انتركوستال سيستم وكوستال سبكوستال. مين الارتيكولر؟ جوينتس وفيزم. اتفقنا؟ مين اللي اللي زودتهم؟ مين بحاجة السي؟ اللي هم الكولاترال والكوميونيكانس. الكولاترال اللي هو مش ازاي؟ اللي هو مشي على الابر بوردر اوف ريدي لو. لما التيبيكال انتركوستال نيرف طال يطلع لفوق بس سبيس فاضيه طب راح بعد برانش مش موازي ليه مصاحب ليه كولاترال مصاحب على الابر بوردر اوف ريدي لو برضه بين العضلتين بتوع النيرو باسكولار بليت. يعني هذا الكولاترال مش هيمشي في بليت اخر لا نفس البليت. اوكي ده برضه ماسكولار بيدي المسلز ما انت المسل عند الكتف النيرف بقى معاكي فوق فده بيساعد بدل النيرف هو ماشي فوق عمال ينزل برانشز لغايه اخر المسل لا الكولاترال بيساعده. اوكي مين دول؟ ريماي كوميونيكانس لونهم في عندي وايت ريمس وجراي ريمس. اتفقنا يا جماعه؟ وعرفت ان الوايت ده ايه؟ بري جانجلون والجراي ده ايه؟ بوست جانجلون والجراي البوست جانجلون ده غزير سويت جلانس بلاد فيسلز كاركتر باي ذا مسلز اوف ذا سكين اوف ذا سولت. في حته ابلايد اناتومي مكتوب عندكم في الكتاب. الابلايد اناتومي يا جماعه انا مش مطلوب مني اقول كل الابلايد اناتومي اللي قيل على النيرف لكن ممكن اخد اكزامبل. احد الاكزامبلز اللي انا عجباني في الكتاب عندكم اللي هو النيرف بلوك. لو انا عايز اشتغل عمليه في منطقه هنا اهو وعايز افقدها السنسيشن اروح احقن دواء في النيرف قبل المنطقه اللي اشتغل فيها عشان انشور ان هيحصل له بلوك. يعني ايه بلوك؟ انه مش هشتغل. في ادويه بتمنع ترانسميشن فيبقى في لوس اوف سنسيشن وطبعا دي حاجه تمبرري وبترجع تاني بعد الدواء ما يبقى كونسيومد. دي اسمها ايه؟ نير بلوك. في حاجه تانيه مش موجوده عندكم في الكتاب اسمها هيرب زوستر. هو احنا بنعمل كده ليه؟ مش عايز تعمل اي عمليه تفتح خراج تشتغل في عظمه هنا اتكسرت تمام عايز تشتغل عمليه لوكال. يعني في واحد عيان ما يستحملش عمليه جنرال انستيزيا عنده سكر عنده ضغط سنه كبير ما يستحملش فممكن اعملها له لوكال انستيزيا. يعني مين معايا يبقى صاحي يعني؟ تقول لي ده انا خايف اشتغل عيان وهو صاحي هو مش هيبقى شايف حاجه يعني هو هيبقى نايم والفوطه الخضراء دي مغطيه عليه في حته مفتوحه منها وانت شغال وتحكي معاه وتضحك معاه سمعت اخر نكته لا بلاش دي لو ضحك هيبوظ لك في ناس تضحك بس في هيستيريا ايوه المهم معلش حصل فيه ممكن تكون فاضيه. المهم نرجع تاني لموضوع ايه هيربس زوستر ده بقى يا جماعه؟ فايرال انفكشن في النيرف. فايرال انفكشن حاجه اسمها دورسال روت جانجلون. دورسال روت جانجلون دي عامله زي حضانه بيعيش فيها بعض الفيروس اللي بتعيش على الاعصاب. في عندنا فيروس اسمه هيربس زوستر وحتى الفيروس بتاع تشيكن بوكس وديري النائي ممكن يبقى ساكن جوه هذا الجانجلون وكامل. والسبب غير معروف تنخفض ملاعب جسم الانسان وينشط الفيروس ويمشي جوه النيرف ويعمله التهاب ولما النيرف ده يلتهب بيبتدي ان انت العيان يجي لك يا دكتور انا عندي وجع بيحزمني ده الوصف الوجع كونستريكتنج بين احنا بنسميه بالانجلش كده كونستريكتنج ده زي كان حد جاب اسلك او جلد وعمال يشد هو بيوصفها كده كان الوجع بيحزمني تكشف على صدره تلاقي الحته اللي بيقول عليها اللي هو محمره وفيها راش يعني راش نقط حمراء ده التهاب على النيرف ووصل للجلد عن طريق اللاترال كوتينيوس ايه براش. في حاجات تانية بقى كان بينها لكم ان هو لو في صديق في الفيرتبري ورا وانت عارف النيرف بادي من الفيرتبرا الكولم ممكن الصديق ده يمشي مع النيرف في البلين اللي ماشي فيه ويخرج مع اللاترال كوتينيوس كانها ممرات. الممر ده معمول للنيرف عشان يمشي فيه فالبص بيلاقي سكه ثابته معاه ويطلع معاه فلاقي فيه التهابات جت مكان اللاترال كوتينيوس مكان الانتير كوتينيوس. ايه ده صديق جاي منين؟ من الفيرتبرا الكولم. مشي مع مين؟ مع النيرف لانه معمول نفق او سكه مفتوحه فمشي معاه وعمل التهابات في نهايات برانشاته. اوكي دي مكتوبه عندكم اللي هي البص اللي بتنقل من ديزيز يعني ممكن ابص هنا مكان النيرف تقول له اه ده دم ونفس الصدفه في هنا كمان؟ نفس الصدفه يعني؟ لا مش صدفه مش صدفه. هو غالبا المصدر واحد مشكله واحده ان دول اصلا مش لوكال دول اصلا جايين من فيرتبرا الكولم من ورا. اعمل له اكسل اشوف العضله بتاع الفيرتبرا سليم ولا في تاكل نتيجه خراج في الفقرات. فاهمين ده الدكتور الشاطر. الدكتور اللي مش شاطر يقعد يعقم ويطهر ويحط انتبيوتيك ويعقم ويطهر والفيرتبرا بتبوظ عماله تبوظ
وتماما عماله تكتر. ايه ده هو انا بعالج هنا يزيد هنا؟ لا هو الفيرتبرال كولم اللي بيبوظ لازم يشغل مخه. بس مش اي ذنب عشان في ناس تبقى مياله ومنكم هيحصل منكم كده. هنا يا جماعه في ناس مياله انها تشخص حاجات غريبه. دكتور في دمك وش ده الفيرتبرال كولم بتاعك وكل الناس هيقول لك عالج ده، لكن لا انا هبتدي نوار الفيرتبرال كولم. لا سمحت خليك واقعي وبص للاقرب ثم الابعد. تعالوا بقى نشوف ايه البلاد فيسلز اللي موجوده عندنا. اول سؤال كان معانا مش الانتركوستال المصري مش مشهور في الامتحانات. اول سؤال مشهور هو كلينيكال انتركوستال ديفينيشن كورس ريليشنز انترنال واكسترنال برانشز ابلايد اناتومي. كل الناس هتكتب الابلايد بتاع الكتاب، لكن انتوا بس اللي تكتبوا الفايرال انفكشن بيعمل كروستريكتنج بين ريدنس في السبيس وراش. انا دايما بحب كده هو نتميز، ولما نتميز يبقى انت محضر التخرج، لان مفيش وقت الكلام ده يتقال في اي مكان اخر. يعني للاسف هو بيروح ويفضل، يعني هو بيخف بالكورتيزون وحاجات زي كده تمام ويخف، لكن للاسف بيرجع تاني لاي سبب يقلل المناعه. من اشهر الاسباب اللي بتقلل المناعه غير ان احنا نتكلم مع بعض في وسط المحاضره الحاله النفسيه. انا ما بتكلمش على ناس مجانين. الحاله النفسيه اللي هو المضايقه او الاكتئاب، ان حد يدخل في اكتئاب لانه ما فهمش حته في المذاكره. مش انت بتقعدوا العكس الحمد لله. اي حاجه بتضايق لو كانت اوفر عليك قوي افكتنج يو قوي هتعمل دروب في الميو سيستم. ما نستغربش لو حصل جالنا دور برد او قولون ابتدى ان هو ينقبض يبقى في الام في البطن. كل ده حاجه اسمها سايكوسوماتيك. حاجه اسمها ايه؟ سايكوسوماتيك. معلش يا ناس خلي الاسئله في الاخر عشان احنا دخلنا قوي كلينيكال عشان بس عايز اخلص الجزء بتاعنا واحنا خارجين. ادوا لي بقى الاسئله الاخيره اللي معاكم. يلا يا جماعه هنوقف الاسئله مؤقتا. نتوقف على الاسئله مؤقتا. بعد النيرف سبلاي بتاع الثراسي كول محتاجين بلاد سبلاي. والبلاد سبلاي ارتريز وايه؟ وفينز. مين الارتريز اللي موجود عندي في الانتركوستال سبيس؟ يقول لي في عندك مسميين يا جماعه. في عندك حاجه اسمها بصير انتركوستال ارتريز دور 11 بعد السبيسز بديل من ورا. وانتوا عارفين ان الانتركوستال سبيس كلها باديه من الفيرتبرا كلها من ورا، لكن مش كلها بتكتمل لغايه قدام. لان عندك اخر ريكتوريبس صغيرين. فالمسافة بين الريب العاشر وال11 قصيرة مش سبيس طويلة يعني. والمسافة بين الريب 11 وال12 قصيرة ما يكفيش احط فيها 2 ارتريز زي ما هنشوف دلوقتي. عشان كده بنلاقي ان الانتير انتركوستال ارتريز 9 بس. في 2 سبيس قصيرين فيهم بوستيريور بس مش محتاجين انتيريور. يبقى اول حاجة عرفناها في الارتريز اساميهم يا جماعة. عندنا نوعين من الانتركوستال ارتريز اللي هما مين؟ بوستيريور وانتيريور. تعالى نبص كده دي رسمة في ليفل معين. الليفل ده تحت السكند انتركوستال سبيس. الرسمة دي من اول الثالث. هقول لكم ليه دلوقتي. ده الاورطة. وده واحد من البوستيريور انتركوستال ارتريز، لان الاورطة بيدي البوستيريور انتركوستال ارتريز مش كل السبيس، مش ال 11، اول 2 سبيس مش طالعين منه. اول بوستيريور انتركوستال ارتريز في السبيس الاول والثاني مش منه. مش كده قلت لك السكشن ده بيلو السبيس الثالثة. لان ده بداية شغل الاورطة. هتعرفوا مين اللي رجع اول اثنين. فهذا البوستيريور انتركوستال ارتري بيفضل ماشي في النيورو فاسكولار بلين. مين النيورو فاسكولار بلين ده؟ مع النيرف. يعني انترنال لمين؟ اللي اسمها كلمه انترنال. انترنال لمين؟ للانترنال انتركوستال اصلا. اوكي؟ لغايه فين ويقف؟ هل بيوصل للسترنم؟ تقول لي لا. لغايه الكوستو كوندرا جامشن في ارتري تاني. اسمه انتيرو انتركوستال جاي من ارتري اخر. هذا الارتري الاخر كان زمان بيسموه انترنال ميموري لانه مين بلاد سبلاي اوف ذا ميموري بلاند، بس لانه موجود في ميل وفي ميل فالاسم ده بقى قديم وان كان موجود في كتابكم. الاسم الاحدث هو انترنال سورس. عارفين الحكايه دي؟ هي اسامي زي مثلا اندومينيت فين ده اسم قديم. الاسم الاحدث بريكيو سيفالي. دول الاسامي اللي حصل فيهم تحديث وعرفتوا الاثنين الموجودين في كتابكم الاسمين. في اللور لين هقول لكم على اسماء اتغيرت وما وصلتلكمش. وهتسمعوها مره مني ومحدش يقولها لحد. في حاجات يا جماعه بقول لكم محدش يقولها لحد. مش عشان سر. عشان لو قلتها لحد ما يعرفهاش مش هيقول عليك انت العبقري.
بيقولوا عليك انت بتفتي او بتقولوا اي كلام اوكي يا جماعه. فدي هنحتفظ بس لما نجيلها. طب الانتيرو انتركوستال ارتري المين الانتيرو ثوراسيك دول كام واحد؟ مين مصحصح في الصفحه اللي قبلها؟ كام انتيريو؟ 9 ولا 11؟ لا 9. البوستيريو 11 والانتيريو 9، يبقى اخر تو سبيس ما فيهمش انتيريو، فيهم بوستيريو انتركوستال ارتريز بس. تمام. البوستيريو انتركوستال ارتريز اورجن جايين منين؟ بصوا على الرسمه المعقده دي، عظم وارتريز، الرسمه دي عظم وارتريز. اوكي واحده واحده كده بصوا معايا. مين ده؟ يقول لي ده الارتري اللي نايم على الفيرست ريب اللي راح بعد كده يبقى اكزيلري سبكريبيان ارتري. سبكريبيان ارتري ده يا جماعه بيطلع منه مش هو من انه بارت، لان السبكريبيان ثلاث اجزاء، بيطلع منه حاجه اسمها كوستو سيرفايكال ترانك. هذا الكوستو سيرفايكال ترانك بيتقسم فرعين في الرقبه هنا، فرع يطلع لفوق السيرفايكال الرقبه يعني من ورا، وفرع ينزل قدام النيك والفيرست ريب، وبعدين قدام النيك والسكند ريب وينتهي. الفرع ده اسمه سوبيريور انتركوستال ارتري. سوبيريور انتركوستال ارتري بيديك ايه؟ بيديك الفيرست والسكند بوستيريور انتركوستال ارتريز. انا قلت الاورطة بيشتغل من سبيس كام؟ ثلاثة. امال اول تو سبيس جم منين؟ مش من الاورطة خالص. مش من الاورطة خالص. تمام؟ امال جه منين يا جماعة؟ تعالوا نعرف قصة تاني. مين الارتري ده؟ سبكريبيان. بيطلع منه برانش اسمه ايه؟ كوست سيرفايكال. المكان ده ما عرفتش احط فيه بيانات اكتر، لكن انت لو بصيت في الكوست سيرفايكال هتلاقي متقسم فرع فوق اهو راح للرقبه، وفرع نازل تحت شايفينه؟ فرع نازل تحت ده قدام النيك اوف فيرست ريب، وبعدين قدام النيك اوف سكند ريب وينتهي. الفرع ده يا جماعه اسمه سوبيرو انتركوستال، وهو ده اللي بيطلع منه بوستيرو انتركوستال ارتريز اوف فيرست تو سبيس. بعد كده بقيت السبيس من 3 ل 11، لان البوستيرو انتركوستال ارتريز من 3 لغايه 11. طب من 3 ل 11 جايين منين؟ الصفحه دي بتتكلم عن اوريجين اوف بوستيريور انتركوستال ارتريز، اول تو سبيس، اول تو ارتريز من فوق مش طالعين من الاورطه، طالعين من ارتري طالع من السبكليبيان، اسمه ايه؟ سوبيريور انتركوستال ارتريز. بصوا بقى معايا ده مين ده؟ دي حاجه اسمها ديسندنج ثراس فور. بصوا بقى الارتريز دي بقى شايفينهم؟ اهو واحد اهو 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 في زيهم ناحيه التانيه. دول مين دول؟ يقول لي دول البوستيريور انتركوستال ارتريز من سبيس كام؟ لغايه كام؟ 11. وكده خلص السمنج ثراس فورتا. لما ناخده هنعرف ان دي ارتري بعد كده تحت اللاست ريب اسمه ايه؟ سبكوست. وانا بتكلم دلوقتي على الانتركوستالز، يبقى دول السير ال 11 بوستيريور انتركوستال ايه؟ ارتس. وده مين ده؟ يقول لي مش ده اللاست ريب يا دكتور؟ اهو من ورا الريبس باين اللاست ريب اهو نازل شايفينه؟ يبقى الارت ده مين؟ سبكوستال ايه؟ سبكوستال ارتري. كورس الكلام ده يا جماعه الاورجن والبوستيرو انتركوستال ارتس يمين وشمال زي بعض. اول تو سبيس من السبكريبيان، من 3 ل 11 من الاورطه، واول حاجه في الكورس بقول الاورجن. طب الكورس ماشيين ازاي؟ بصوا معايا. هنا هنتكلم على ابن البدايه من الاورطه لغايه الكوستو كوندرال جانكشن. يمين وشمال؟ يمين وشمال. طيب لو انا بعد الشر عليا نايم كده راسي ليكم وقطعت ترانسفيرس سيرشن من الصوره اوكي، ولا ما انمسحش انام ورجليا ليكم واقطع السوركس، الاثنين ترانسفيرس سيرشن في السوركس. تفتكروا الصوره دي اتاخدت وانا نايم كده وقطعت؟ لا العكس، ولا نايم كده وقطعت؟ طبعا نص الحته هنرميه وهتبص على نص كوالي كده. هو ده هو ده تمام رايت وليفت اوكي. الاورطه اللي جاي منه طبعا هو هيتكلم دلوقتي على الكورس، هيتكلم على الكورس اللي جاي من اول سبيس الثالث ل 11. ليه؟ عشان الارتس دي في حته زياده مش موجوده في اول تو سبيس، فالحته الزياده دي هنقولها وبعد كده نكمل الكورس يبقى ال 11 زي بعض. بصوا معايا يا جماعه، الارتس اللي طلع من الاورطه، الاورطه ما ينفوز ليفت ولا رايت. انت سلم الاورطه في اوله بيبقى شمال اكتر ولا يمين اكتر؟ كل شويه ينزل داونورد اند ميديالي لغايه ما يبقى في الميد لاين خروجه من السورس اوكي. ده يخلي الرايت بوستيريور انتركوستال ولا الليفت بوستيريور انتركوستال يبقى اطول؟ رايت. برافو عليك. مش موجود في الكتاب اللي انا هقوله دلوقتي ان كل ما انزل تحت الفرق ده بينزل لغايه لما يتلاشى، لما الاورطه تبقى في الميد لاين تاني مش محتاجه شرح. الاول الاورطه شمال الفيرتبرال كولم، فالرايت ارتريس اطول من الليفت صح؟ بس شويه شويه الاورطه بينزل كده.
فالفرق بينهم هيقل. This difference will decrease when we go down. اللي يحب يكتبها يكتبها، اللي ما يحبش مش مشكله عندي، بس دي حاجه بتبين ان ده بيشغل مخه. طالب ده بيشغل مخه. ان في الاورطه ما هواش طول عمره نازل لي كده. عارفين لو الاورطه كله كده يا جماعه؟ انتوا عارفين الاورطه لما خرج من الصوره كان خرج في الميد لاين. قدام في 12 في الميد لاين، ما كانش شمال الفرتبري، لا كان قدامها. يبقى الاورطه لازم داونورد اند ايه؟ لين كده. فالفرق بين البوستيرور والرايت والبوستيرور ليفت كل منزل تحت يقل بينهم الفرق في الطول. ليه؟ لان الاورطه بيتجه للميد لاين وبقى الاثنين ارتس قد بعض. كملها ولا صعبه؟ صعبه؟ سيبوها مش مشكله عندي. الرايت بوستيرور انتركوستال ارتري هيمشي قدام البوديز اوف فيرتبرا، لكن الليفت على السايد. تاني يا جماعه الفرق بينهم، الرايت ارتري قدام البودي اوف فيرتبرا لكن الليفت على السايد. اوكي؟ بعد كده هو الجزء ده من الرايت ارتري، ايه اللي قدامه هنا؟ مين ذاكر قبل كده حاجه اسمها بوستيرور انتركوستال؟ الرايت بوستيرور انتركوستال ارتري هنا يمين الاورطه كان في انبوبتين صغيرين قدامهم انبوبه عضليه كبيره. مين الاثنين الصغيرين؟ يقول لي رايت بوستيرور انتركوستال ارتري وهي ماشيه قدام البودي اوف فيرتبرا عشان تروح يمين قدامها ثلاث حاجات، انبوبتين صغيرين وانبوبه كبيره. مين دول؟ ثوراسي صح؟ ازايدس فين؟ ايه اللي قدامهم؟ صفدس. ردوا بخوف، مش واثقين من نفسكم ليه؟ هم دول اللي موجودين عندنا. البوستيرور ديستالم فيه يا جماعه؟ انتوا عارفين البوستيرور ديستالم هو ايه ولا احنا بعيد عن ان احنا نعرف كمان دي؟ عارفين يعني ايه البوستيرور ديستالم؟ عندكم فكره؟ احنا بنراجع. احنا بنراجع. ايه؟ ما تقلقوش ما تقلقوش، كل ده جاي. حتى لو ما فهمناهاش هنا هنفهمها لما ناخد البوستيرور ديستالم. يلا يا دكاتره، في سبحه مكان صوابعي هنا. مين السبحتين دول شمال من يمين اللي الارض هيعدي تحتهم؟ لما يخش الانتركوستال سبيس اخر بوابه سمساك تشيل. سمساك تشيل يمين ولا شمال؟ الاثنين. نعم. يبقى الفرق فين؟ الفرق هنا. ثلاث حاجات. عارفينهم؟ ثراسك كتاب ازايدوس فين؟ وسطنس قدام الرايت ولا الليفت؟ قدام الرايت ارتر ولا الليفت؟ الرايت. رابعا بعد كده يا جماعه انتوا اللي هتقولوا بعد السمساك تشيل الانتركوستال ارتري هيخش الانتركوستال سبيس. يمشي في ايه بقى؟ عايز اوريكم صورة، عايز اوريكم صورة اهي اهو. شايفين السمساك شيل؟ دي الناحية اليمين مش كده؟ دي الناحية اليمين. بصوا بصيروا الانتركوستال ارتري هيمشي ازاي؟ ديب تو سمساك شيل وبعدين يدخل الانتركوستال سبيس ميد واي بين التو ريبس. صح ولا غلط؟ مين انترنال ومين اكسترنال؟ ولا اجيب الصورة؟ مش مخوفكم بس في صورة كان في نيرف في ناحية والارتري في الناحية التانية. مين شاطر يقول لي بقى؟ اهو الحته دي لغايه هنا الارتي زي النيرف ميد واي بتلي توريكس. مين انترنال مين اكسترنال؟ نفس الكلام. انترنال ليك سابكوستالس وبرايتال دور، واكسترنال بوستيريور انتركوستال ميمبرين واكسترنال انتركوستال ماسل. طيب بعد الحته دي الارتي هيروح فين؟ بعد ما خلصت هنا وصلت الانجل اوف ذا ريب الارتي يعمل ايه؟ الكلام ده يمين وشمال، الكلام ده يمين وشمال. الارتي ويل جو ابورد عشان يوصل الكوستال ويبقى في الوسط فان فوقيه فين وتحتيه نرف. ماشي معايا؟ طيب فلما وصلت الكوستال جروب همشي لغايه اخره في الكوستال جروب. الارتري هيخلص في اخره بعد ما خلص الكوستال جروب، مش هكمل لغايه الاسترنم. يقول لي لا البوستيرو انتر كوستال ارتري ما يوصلش لغايه الاسترنم، في انتيرو انتر كوستال. طب هو ماشي في الكوستال جروب، مين انترنال ومين اكسترنال؟ من اول هنا لغايه النهايه. مين انترنال؟ نفس الكلام بتاع النرف يا جماعه. ايه دي؟ هنا الموز، ايه ده؟ رايت الدور. طب ايه اكسترنال؟ اكسترنال انتركوستال ماسل وانترنال انتركوستال ماسل. ايه دي انتيريور انتركوستال؟ برافو عليك. دول برانشز؟ مش موجود عندك في الكتاب بس انا ما اعرفش يعني موجوده ولا مش موجوده؟ هل انا ما اتخيلتش بيها؟ انا بصيت بسرعه كده. حد قال لكم قبل كده برانشز وبصيت انتركوستال ماسل؟ وانتوا برضه كالعاده ما سالتوش كتر خيركم. حضر نفسه اساسا. سوري معلش حد الصراحه. بصوا معايا يا جماعه، بصوا معايا عشان اسهل عليكم. برانشز اوف ذا بوستيرور انتركوستال ارتريز فيها شبه شويه مع النرف. يعني ايه؟
ايه ده؟ ايه ده؟ يبقى بيدي لاترا كونتينيوس براش. ارفي بيدي لاترا كونتينيوس براش. هو السكين ملوش نفس السكين بلاد سبلاي. ايه ده؟ طول عمرنا بنسمع كونتينيوس نيرف. ايه كونتينيوس براش؟ في طبعا بلاد سبلاي. لاترا كونتينيوس براش. هل البوستيريو انتركوستال ارفي بيدي كمان انتير كونتينيوس زي النيرف؟ ما بيوصلش. طبعا هتعرفوا دلوقتي مين اللي بيدي الانتير. الانترنال ثراسك. هو ما بيسموهمش انتير. بيرفوريتنج. مين قال؟ برافو عليك. بيرفوريتنج. واكبر بيرفوريتنج فيهم هم السكند والثيرد والفورس سميث. رايحين فين دول؟ رايحين ممري جلاند. بلاد سبلاي اوف ذا بريست. ارجع لبلاد سبلاي اوف ذا بريست. المهم في واحد تاني قال لي وانا بتكلم عن مثلا الكونتينيوس براش رقم واحد قال لي ماسكولار. صح. كل الارض بتدي ماسكولار. طب مين شاطر يقول لي والبوستيريور تاكوستال ارت رايح للكوستال جروف مش السبيس فضيت؟ طب النيرف عمل ايه لما حصل معاه الحكايه دي؟ انت كلها ولا في كولاترال من الارتري؟ بصوا معايا شايفين ولا لا؟ يبقى انا قلت كام برانش؟ لاترال كيوتينيوس يا دكتور. وايه كمان؟ وماسكولار. وايه كمان؟ كولاترال. وايه كمان؟ هيلثي ميل. The termination of the posterior intercostal arteries gives mammary branches to the lateral part of the breast. قبل ما نتخض يرجعوا للبريست. بلاد سبلاي اوف ذا بريست. انا عارف بقاله فتره. بقاله فتره. اوكي؟ ما تخافوش من النسيان ده. النسيان ده يا جماعه مؤقت ان شاء الله لما نرجع نراجع هنستعيد كل المعلومات دي. يلا يا جماعه فالترمينيشن بتاعي بتاع البوستيريور تراكوستال ارتيز هيدي ايه؟ مصحصحين ولا لا؟ هيدي ايه يا جماعه؟ ماماري برانشز. مين يقول الاربعه برانشز دول؟ بوستيريور تراكوستال ارتيز بيدوا ايه؟ لاترا كونتينيوس ماسكولا كولاترا ماماري برانشز طبعا لازم نكمل انفينيت. اوكي؟ لا مفيش حاجه اسمها اذاكر ارتي وادرس ارتي من البرانشز. سقط سهوا من الكتاب. ده مش معناه ان مش مطلوب مني. انتوا معاكم ورا الدكاتره اكسترنال. طب اعرف الدكتور ايه اللي سقط وايه اللي ما سقطش. انا من اول سنه بعلمكم اي ارتي في الدنيا مطلوب اعرف عنه ايه. اي نيرف اعرف عنه ايه. فانتوا اسالوا يا دكتور بعد ما خدت الكورس ده اللي حضر النهارده هو ملوش برانشز. ادخل اسالوا. هو اتنسى. اتنسى يتكتب في الكتاب. كتبتوه طيب؟ كتبتوه سيبكم من اللي حصل. كتبتوه. انا بعلمكم للمستقبل. انا بعلمكم للمستقبل. استفسار استفسار مش طبيعي. مش عيب. واذا قال لك مش عليكم مالكش دعوه. طيب شكرا. تعالى انا اقول لك هو ايه؟ في نقط صغيره. بدل ما اسيب خالص لما يجي لي سؤال بصير تربوسه الارض اقول الكورس بس وامشي ولا اقول بلاش كمان؟ طب ايه انا السموز اللي مشترك فيها؟ يا صعبة. برافو عليك مع الانتير. ولو كنت ما قلتيش كده وفكرتي كنت قلتي مع الانتير. هو انا ما قلتش يا جماعه ان البوستيريور انتركوستال ارتس بيقابلوا الانتير صح؟ ما عدا اخر دوس بس مش انتير فيهم. اوكي؟ واراوند ذا سكابلا. انا سبوز اراوند ذا سكابلا. لو انت قلتي واحده منهم حطيتي عنوان وقلتي ان هو انت قلتي حاجه من الكورس مش جديده. فاهمين؟ مفيش اسئله دلوقتي معلش. عايز اخلص عايز اخلص التشيست وال مين الارت ده؟ انا فين؟ يقول لك انت بتبص على السوركس من جوه. عرفت ازاي؟ عشان العضله دي اسمها ايه؟ سكينو ايه؟ سكينو كوستاس. طب السكينو كوستاس واحده من ثلاث عضلات اللي هم انترنال للفيسلز والنفس. تمام؟ وانا بص من ورا. يبقى مين الارتي ده اللي موجود في نيورو باسكولار بليد؟ هل الارتي اللي هو انترنال ثراسك دوت اللي موجود على جانبي الاسترنوم ب 1 سم ونص يبقى ورا الاسترنوم الثالث ولا قدامها؟ يبقى انترنال ليها ولا اكسترنال؟ اكسترنال ليها لان هي الانترنال. العضلات الثلاثه سب كوستالس انر موست انترنال كوستالس ار انترنال لاي نيرف ارتي معاك في الثراسك فوق ار انترنال يبقى الارتي اكسترنال. وانا جوه الثوركس دلوقتي لا ده يا فرام يا جماعه انا جوه الثوركس والهارت ورايا وبص على التشيست وول من جوه. مين ده؟ الاسترنا. مين العضلات دي؟ سيرفو كوستاس واحده من الثلاثه اللي هم الانترنال للبيسنس والنفس. عشان كده قدامها مين؟ قدامها الارت ده. الانترنال سراس ارت جاي من مين؟ هو اللي جاي من ده؟ شايفين ده؟ مين ده يا جماعه؟ سبليبيان بارت. سبليبيان ارت يا جماعه بيدي من اللور سيرفس بتاعه تو ارتس يمين وشمال. انترنال سراس هينزلوا ورا الكلافيكل وبعدين ورا الابر 6 كوستال كارتج لغايه لما يوصل لل 6
انتركوستال سبيس لغايه ما يوصل للسكس ايه انتركوستال سبيس. وهنا بينتهي فرعين ترمينال رايحين لابنا، واحد اسمه سوبيرو ريجاستريك واحد اسمه ماسلو ايه تاني. الانترنس واس ارت جاي منين؟ خمس دقايق كافيه انك توصل للمحاضره مش كده؟ ولا في حد تجروا النهارده بره؟ حد تجروا؟ طب دقيقتين وست ثمان دقايق كويسه؟ انا بس عايز ابتدي المحاضره الجايه لحظه. البينز هسيبها مع البوستيريور ديستال، البينز هسيبها مع البوستيريور ديستال. انا عايز ابتدي المحاضره الجايه لحظه بس ادي كده. والانترنس واس ارت سهل. الانترنس واس ارت سهل بس شايف على التعليقات في دقيقتين في دقيقتين بالظبط ارفعوا ايديكم خلاص بتخلص خلاص؟ يلا يا جماعه الانترنس راس ارت طالع منين؟ من السب كرينيال. بينزل ازاي؟ على جانبي الاسترنم بكام سنتي؟ واحد ونص ورا مين؟ فيرست الاول ورا الميديال اند اوف كارب وبعدين اوفر 6 كوستا كارش والانتر كوستا السبيس بتاعتهم باللي فيهم تمام؟ هينتهي فين؟ في 6 انتر كوستا السبيس بين الكارب السادس والسابع اسمها 6 انتر كوستا السبيس بيديك ايه؟ سوبيرو ديجاستريك وماسكرو فريندر. اوكي؟ طب ايه البرانشز الاخرى اللي بيديها؟ طبعا البرانشز الشهيره بتاعته اللي هي الانتيريور انتركوستال ارتس. في كل سبيس الانترنس راس ارت بيدي تو انتيريور انتركوستال ارتس في اول ستة سبيس لانه خلص عند ستة سبيس. طب ليه بيدي تو في كل سبيس؟ ليه تو انتيريور؟ عشان جاي من ورا بوستيريور والكولاترال بتاعه يقابلوه. يبقى انتيريور انتركوستال ليه ارت في الابر 6 سبيس. بس انت قلت لي في 9 انتيريور. الماسكلوفرينيك هيدي الثلاثه اللي فاضلين. الماسكلوفرينيك هيدي السبيس 3 عشان 9 لكن كانترنس راس بيدي 6 بس عشان هو خلص. في ارت تاني ماشي مع الفرينيك اسمه بريكاردياكو فرينيك. هذا الارت يا جماعه من اسمه بيدي جزء من البلاد سبلاي بيدي. فالبريكارديا والديافرام ده اسمه جيب هنا بس هو بيدي بلورا كمان. بيدي بلورا كمان بس ما كانش ينفع الاسم يبقى بريكاردياكو بلورو فرينيك كانت تبقى اسم طويل جدا. بريكاردياكو فرينيك ماشي مع فرينيك ده عشان ينزل بريكاردياكو ده. بيرفوريتنج الكلام اللي هناك يا جماعه خليكم معايا. بيرفوريتنج اللي هم مين؟ اللي هم الانتيريور كوتينيوس برانشز اللي طالعه منه اللي ماشيه مع الانتيريور كوتينيوس برانشز اوف ذا كورسبوندنج انتركوستال نيرف. والبيرفوريتنج جوز في الفيميل في السبيس الثانيه والثالثه والرابعه بيبقوا لارجر عشان بيدوا سبلاي للميموري. لارجر في مين؟ اوكي؟ حد عنده اي سؤال؟ فاضل لنا البيز بتاعت الثراس كول دي هناخدها مع البوستيريور ديستاين عشان ازاي بيستاين بالبوستيريور ايه؟ ديستاين. المحاضره